صلوات الله وتسليمات عليك سيدي يا رسول الله رضوان الله تبارك وتعالى عن الصحابة الكرام أجمعين والتابعين لهم بأحسن إلى يوم الدين. ثم أما بعد، بفضل الله ومنته علينا وعليكم يكون الحديث في هذه الجمعة الطيبة المباركة عن بر الوالدين. لنتعرف من خلال هذا الحديث أيضا كيف عالج المولى جل وعلا هذه القضية في قرآنه العظيم، وعالجتها السنة المطهرة كذلك من خلال أنبياء الله، وكذلك أيضا صحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لنتعرف جميعا كيف يكون البر بالوالدين. بداية، يقول رب العزة جل وعلا في كتابه العزيز: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ويقول أيضا جل شأنه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. المولى سبحانه وتعالى عندما أراد أن يعلم البشرية بمكانة الوالدين وبقدر الوالدين ذكرهما في كتابه العزيز في مواطن كثيرة وفي أماكن عدة، لأن قدر الوالدين عند الله قدر عظيم، ومكانتهما عند الله مكانة عظيمة. فأراد المولى جل وعلا أن يعلم الأبناء ماهية وكينونة ومقدار وقدر الآباء والأمهات، فذكرهما في كتاب العزيز وأعلمنا كيف عامل الأنبياء آبائهم وأمهاتهم، كيف تعامل نبي الله إبراهيم مع أبيه الذي كان رجلا كافرا، ومع ذلك كان يناديه ويقول له: يا أبتي يا أبتي يا أبتي 4 مرات، وهو يقول له: يا أبتي يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي يا أبتي 4 مرات، ومع ذلك ماذا قال له أبيه؟ قال له: لئن لم تنتهي يا إبراهيم لأرجمنك واهجرني مليا. كيف كان رد الابن على أبيه؟ قال: سلام عليك سأستغفر لك ربي. شوفوا الرد الابن لأبوه: سلام عليك لن يصلك مني مكروه يا أبي، بل سلام عليك وفوق ذلك سأستغفر لك ربي حتى يغفر لك ما أنت فيه من الكفر. ومع ذلك قال الخليل إبراهيم: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. شوف مع كل ده قال ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. يعني ما برضه مع كفر أبيه ومع جحود الأب، الابن ما زال يستغفر لأبيه ويدعو الله له بالرحمة والمغفرة. وأيضا هذا نوح عليه السلام الذي أيضا قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. شوف مع سيدنا نوح هو الآخر: رب اغفر لي ولوالدي. يعني شوفوا أنبياء الله كانوا يتمنون المغفرة والرحمة للآباء، هذا أيضا سيدنا يوسف عليه السلام ورفع أبويه على العرش. شوف مكانة الأب والأم، هو النبي وهو عزيز مصر ومع ذلك رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. شوفوا مقدار وقدر الآباء والأمهات. ومع كل هذا نجد أيضا نبي الله عليه السلام صلوات الله وتسليماته عليه سيدنا عيسى ماذا قال فيه رب العزة جل وعلا
وبرا بوال ولم يجعلني جبارا شقيا وبرا بوالدتي. شوفوا سيدنا عيسى هو الآخر يطلب من الله أن يرزقه البر بأمه، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. كذلك يحيى عليه السلام ابن سيدنا زكريا، وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. شوفوا حتى الأنبياء برين بالآباء والأمهات. سيدنا إسماعيل كان برا بأبيه إبراهيم، عندما طلب منه أن يذبحه قال يا أبا تفعل ما تؤمر. هذه أمثلة لبعض أنبياء الله عن بر الوالدين، وكيف بر الأنبياء آبائهم وأمهاتهم، كيف بروا الآباء والأمهات وكيف عاشوا في كنفهم. فإن كان أبو الخليل إبراهيم كافرا، إلا أن الخليل إبراهيم كان يحب أبيه ويتمنى أن يهديه المولى جل وعلا، بالرغم أن أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان كافرا وكان في مكانة أبو النبي، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الله أن يهديه، حتى قال رب العز جل وعلا له إنك لن تهدي من أحببت. كان بيتمنى إن أبو طالب يهديه ربنا ويدخل في الإسلام، فربنا قال له إنك لن تهدي، هون على نفسك. هو مش مكتوب إن هو يتهدي، مش مكتوب إن أبو طالب يموت على دين آبائه، دين الكفر والشرك. فشوفوا الأنبياء كيف بروا بالآباء والأمهات. فدي أمثلة بسيطة لينا إحنا، علشان كل واحد فينا يفكر إزاي يتعامل مع أبوه وأمه، إزاي يبر أبوه وأمه. ننظر سويا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يعلمنا ماهية الوجود. قال رب العزة جل وعلا أن اشكر لي ولوالديك. يبقى الشكر لله، ثم لمن؟ ثم للوالدين. ليه؟ لأن الله سبب الوجود في سيدنا آدم، لأن اللي أوجد سيدنا آدم من العدم ربنا سبحانه وتعالى، واللي أوجدك أنت مجازا من العدم هو الله بواسطة من؟ الوالدين. يبقى اللي سبب وجودك في الدنيا أبوك وأمك، وسبب وجود سيدنا آدم على الأرض المولى سبحانه وتعالى. يبقى ربنا قرن شكره بشكر الوالدين، لأن ربنا سبب الوجود الأول لآدم، وأبوك وأمك هم سبب الوجود الثاني لك أنت. فربنا قال أن اشكر لي ولوالديك، ما قالش اشكر لي أنا ولفلان أو علان، لا، ده قال لي أنا ولأبوك وأمك. آدي ربنا سبحانه وتعالى عايز يعرفني المكانة العظيمة للأب والأم. ووصينا الإنسان بوالديه. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيوصي الإنسان بكينونته بعقيدته، أينما كان مسلما غير مسلم، مؤمن غير مؤمن، على كل الملل والعقائد ربنا بيوصي الإنسان. مش مهم الأب ده والأم كافرين ولا مسلمين، مش مهم الأب والأم دول هم مسلمين ولا يهود ولا نصارى ولا أي ملة. ده ربنا بيقول الإنسان عدل، ربنا بيقول وصينا الإنسان مهما كانت عقيدته بأبوه وأمه بوالديه. يبقى الأب والأم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. شوف ربنا سبحانه وتعالى خصهم كام مرة بالذكر وحديهم بس في القرآن العظيم للمكانة العظيمة، وخص بعد ذلك الأم، لأن الدور اللي بتقوم به الأم بيكون الطفل فيه صغير لا يعي هذا الدور الذي تقوم به الأم، ما يعرفوش إلا لما ربنا يرزقه بولد أو بنت، بعد كده يعرف إيه التعب اللي تعبته فيه أمه وهو صغير. لذلك ربنا خص الأم. ولذلك لما رأوا أحد الصالحين بيبكي لما أمه ماتت، فقالوا له أنت بتبكي ليه؟ قال لهم لأنه قد أغلق لي باب من أبواب الجنة. لأن الأم
باب من أبواب الجنة. لما راح واحد للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إني أتيت أستشيرك في الغزو، أنا جاي أستشيرك في الغزو وعاوز الأجر من عند ربنا، قال له ألك أم؟ قال نعم. قال ارجع إليها فإن الجنة تحت رجليها، إن الجنة تحت قدمي أمك. فلما أمه ماتت هذا الرجل الصالح بكى، بتبكي ليه؟ قال لأنه قد أغلق لي باب من أبواب الجنة، لأن الأم دي باب من أبواب الجنة. دعاء الوالدين كنز لا يفتح إلا بعد موتهما. إذا ماتت الأم نادى مناد من السماء، ماتت التي كنا نكرمك من أجلها فاعمل لكي نكرمك من أجلك. خلاص احنا كنا بنكرمك عشان أمك، وكنا حايشين عنك كل البلاوي دي عشان أمك ما تبقاش حزين عليك، وحايشين عنك كل المصايب دي علشان ما نشوفش الدمعة في عين أمك. طب أمك انتقلت لرحمة ربنا، يبقى اعمل انت بقى واجتهد علشان خاطر ان عملت هنكرمك، ما عملتش خلاص انت حر. انما احنا كنا بنكرمك علشان امك ما تحزنش، ما تبقاش حزينة ومتألمة عليك. فشوفوا قدر الام ومقدار الام والدور اللي بتقوم به الام. من احق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال امك. ثم من امك؟ ثم من؟ قال امك. ثم من؟ قال ابوك. الام تاخد ثلاث ارباع البر. ما هو سيدنا موسى عليه السلام عندما قال يا رب ارني رفيقي في الجنه، انا عاوز اشوف رفيق اللي هيبقى معايا في الجنه ده مين، فاذا به يجلس فيجد رجلا عاديا يمر من امامه، واحد كده عادي لا الناس عارفاه ولا يعرف حد وفي حاله غلبان، وكمان مش كده وبس، ده الناس جاي عليه كمان. طبعا سيدنا موسى كان يفتكر رفيقه في الجنة نبي او رجل من الناس الكبار خالص المعروفين دول، هما يعني متهيجلوا ان رفيقه في الجنة ده واحد كبير. فبص سيدنا موسى ربنا قال له ايه؟ اول من يمر عليك يا موسى هو رفيقك في الجنة. فقعد سيدنا موسى يبص كده، ليجي واحد غلبان مغلوب على امره، مفيش حد معبره، بل بالعكس الناس بتديله كمان فوق دماغه، ومفيش مالش يا عين غلبان. مش وراه سيدنا موسى قال طب انا هشوف ده رفيقه في الجنه ازاي. فصار خلفه سيدنا موسى فوجده يدخل بيتا ويشوي لحما ويطعم امراه في فيها. جهز اللحم وشواه وبيوكل واحده ست غلبانه كبيره في السن، لا هي قادره تحرك ايديها ولا رجليها ومقعد على الارض. بعد ما وكلها سقاها من الماء، ثم غسل لها فاها، غسل لها فمها ونظفها كويس، ونظف البيت وغير يعني جنب كل شيء مع امه. فقال له تعالى. طلع بعد ما خلص طلع قال له مين هي الست اللي جوه دي؟ قال له دي امي. قال له امك دي بتعمل معاها كده يعني؟ قال له منذ ان نشأت وامي على هذا، انا اول ما من ساعه ما كبرت وامي تعبانه وانا اللي بقوم بخدمه امي وما فيش غير كده. قال له امك دي ما بتدعي لكش اي دعوه خالص؟ قال له امه بتدعي لي دعوه واحده بس ولا اظنها تتحقق. امه بتدعي لي في حياتها كلها عمرها ما دعت لي غير دعوه واحده بس. فقال له امك قالت لك ايه؟ قال له كانت تقول دائما وما زالت اللهم اجعل ابني هذا رفيقا لموسى بن عمران في الجنه. سبحان الله العظيم. فقال موسى ابن عمران أتعرفني؟ قال له والله ما أعرفك، ده أنت واحد بتسألني وأنا برد عليك. قال له أنا موسى ابن عمران، أبشر فأنت رفيقي في الجنة. استجاب ربنا دعوة الأم، دعوة الأم الكنز اللي أنت بتدور عليه. دعوة الأم غير دعوة الأب، غير دعوة الابن، غير دعوة الزوجة، غير دعوة أي حد على وجه الأرض. دعاء الأم ده الكنز بتاعك اللي انت هتقعد بيه باقي عمرك. دعاء أمك ليك هو ده الكنز اللي انت هتعيش بيه العمر كله، سواء سعيد أو تعيس. لذلك
لما كلنا يتذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى قبر أمه وجلس على قبرها وهو يبكي. شوفوا رحلها في قبرها، ما هو عاش مع أمه كم سنة؟ 6 سنين، ما فيش غيره، يعني حتى ما عرفش يرد بعض جمايل أمه، فقال روح لقبر أمه وابعد جنبها شوية واستأنس بأمه شوية. طب أمك عايشة معاك النهاردة، ده النبي عليه الصلاة والسلام راح لقبر أمه علشان خاطر يستأنس بيها وتستأنس بيه ويفتكرها وتفتكره، ويحاول يرد بعض جمايل أمه ويدعي الأم، عاوز يدعيها أن ربنا يغفر لها ويسامحها، مش ربنا اللي قاله وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. راح علشان يدعي ربنا انه يرحم امه، ودي انتقلت لرحمة ربنا. انت امك عايشة بتعمل معها ايه؟ ايه الاسلوب اللي متبعه مع امك؟ ايه الدور اللي بتقوم به تجاه امك؟ عاوز تبقى رفيق النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة؟ اعمل زي اللي عمل رفيق سيدنا موسى مع امه. بقرة بني اسرائيل اللي ربنا ذكرها في القرآن، وذكر سورة كاملة باسم البقرة في القرآن العظيم، إذ قال ربنا، لما ربنا قال لسيدنا موسى قل لهم يذبحوا بقرة أتتخذون هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هاتوا أي بقرة واذبحوها، لكنهم كانوا عندهم عناد، لا موافقوش، فضلوا يثقلوا على نفسهم إلى أن ثقل الله عليهم. بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، عايزين بقرة ما تكونش فيها عيب واحد بس، كلها سليمة من كل شيء، ولا تسقي الحرث من لهزاجة زرع ولا حد امتطاها ولا أي شيء خالص، بقرة خالصة. وبعدين يدوروا في المكان كله ما لقوش غير البقرة دي، غير عند ولد عايش مع أمه بس، هي البقرة اللي انت عاوزها سيدنا موسى دي، ما لقيناش غير بقرة واحدة بس عند الولد ده، هاتوا البقرة اللي عند الولد، جابوه، تبيع البقرة دي؟ أبيع البقرة دي، تبيعها بكام؟ رجع لأمه. شوف الطاعة للأم، شوف الطاعة للأم مهما كانت الأم، مهما كان حجم الأم وقيمة الأم وجهل الأم، اللي احنا بنتهم الأمهات بأنهم جهل النهاردة، اللي علمتك إزاي تتكلم، اللي علمتك إزاي تنطق وتقول بابا وماما، اللي نظفتك في الوقت اللي انت ما تقدرش تشيل القذرات عن نفسك، اللي وكلتك بإيديها وصبرت الليل كله عليك، اللي بكت لبكائك وفرحت لفرحك، اللي كانت لما تبص لك وانت بتفرح الدنيا ما كانتش تسيعاها، لما تبص لك وانت بتبكي الدنيا كلها كانت سودة في عينيها. الام، الام اللي بنتهمها بالجهل النهاردة انها ما تعرفش حاجة، عشان انت تعلمت وعرفت وتعلمت وعرفت بقيت امك النهاردة جهلة، بقيت تستعر من امك في وسط زميلاتك، لانهم طبعا شياكة وبنطلونات وحاجات طبعا، وبتطلع بجسمها عريان ومش همها، فازاي امك الفلاحة البسيطة دي هي ازاي تقول لزميلاتك ان دي امك؟ ازاي وصلت بقيت سيدة محافظة، ولا بقيت رئيسة وزراء، ولا بقيت بقيت مرتبة عظيمة رئيسة شركة ولا بتاع، وامك الغلبانة دي تقول عليها امي؟ ازاي ابوك الغلبان اللي بتتبرى منه، الرجل الغلبان الفقير الفلاح البسيط او العامل في مصلحة معينة او الغفير في وزارة الداخلية او اي شيء او العسكري، بتتبرى من ابوك عشان انت بقيت رجل استاذ جامعي وبقيت دكتور؟ لا، افتكر، افتكر اللي كان بيحرم على نفسه اللقمة عشان يوكلها لك، افتكر اللي كان بينام بيبكي لبكائك، افتكر اللي كان شغال ليل ونهار علشان يسعدك انت، افتكر اللي ضحى بكل شيء عشان يجوزك انت، افتكر يا بنت امك
اللي فضلتك انت في كل الجهاز عن نفسها هدية، جابت لك حاجات هي اصلا كانت تتمنى تجيبها لنفسها، جابت لك اشياء اللي هي كانت بتتمنى تستخدمها وحرمتها على نفسها عشانك انت. الابن ده قال لهم ارجع لامي، ارجع لامي في الاول واسأل امي. قالت له امك عشان تبيع البقرة دي بيعها بستة دراهم ولا تزيد. طلع جبله، جبله ملك، تبيع البقرة دي؟ قال له ابيع البقرة دي كام؟ قال له بست دراهم. قال له ايه رأيك انا اخدها منك باتناشر؟ قال له لا، امي قالت لي ستة. قال له يا عم انا اخدها باتناشر، امك هتاخد ستة وانت تربح ستة. قال له لا، ما ارجع لامي. رجع لامه قالت له يا أو، قال لها يا امها الامر حدث كذا. قالت له بيعها باثنى عشر ولا تزيد، بيعها باتناشر. طلع جابر نفس الملك، تبيعها؟ قال له بيعها بكام؟ قال له باربعة وعشرين. قال له امي قالت باتناشر. قال اعود الى امي. شوفوا حتى ما ممكن يبيعها، ما هيكسب اهو الضعف، انما لازم يطيع امه. شوفوا الطاعة للام. رجع لامه قالت له يا بني إن من يلقاك هذا ملك، ملك فلا تبيعها إلا بإذني. شوف الأم بقى المؤمنة المسلمة اللي عارفة ربنا، قالت له اوعى تبيع البقرة دي غير لما ربنا يأذن. فراحوا بني إسرائيل يدوروا، لقوا عند البقرة عند الولد ده، فقالوا نشتريها منه. تبيعها بكام؟ قال لهم أرجع لأمي. طب ارجع لأمك. فضلوا يزيدوا في الثمن إلى أن قالوا له نشتريها منك بملء جلدها ذهبا. يا نوزن البقرة دي ونوزن جبالها ذهب، وخد الذهب كله، يا إما ناخد منك البقرة ونحش نطلع الجلد بتاعها ونحشيه بالذهب كله، تاخد ملي الجلد كله ذهب. شوفوا الطاعة للأم. فبيسألوه، بيسأل الأم دي ايه موضوعك انت وموضوع ابنك ده؟ قالت له لم يجد على وجه الأرض ولد أبر بأمه من ابنه، وإن الله جل وعلا قد أعطاني ما دعوت له لابني. أنا دعيت ربنا أن ربنا يرزق ابني الفقير الغلبان ده، وربنا اداله الخير العظيم ده كله ده بسبب بر ولدي لي. يعني بسبب بر أبوك، برك لأمك، ربنا هيغنيك، ربنا هيديك. بطول ما انت مقطع أمك هتعيش في فقر، حتى لو معاك ملايين، لو معاك ملايين هتعيش في فقر طالما أمك غضبان عليك مهما عملت فيك. اوعى تقول أم عملت دي بتفضل أخويا عني، بتفضل أختي، ولادي كره أولادي وحب أولاد أخويا، دي أم كل بتنكد علي حياتي، دي أم. اوعى اوعى تقول كلام زي ده، انك هتضيع روحك. ان ضيعت امك ضاعت حياتك كلها. بسبب البر بالام هتاخد كل حاجه. افضل الاعمال عند ربنا، افضل الاعمال. لما راح سال الصحابه وقال يا رسول الله ما هو افضل العمل عند ربنا، افضل حاجه عند ربنا؟ قال الصلاه على وقتها. قالوا ثم اي؟ قال بر الوالدين. قالوا ثم اي؟ قال الجهاد في الله. يبقى من افضل الاعمال اللي تعملها بر الوالدين، بر ابوك وامك. مهما كانت ابوك وامك قاسيين عليك، جحدين عليك، فضلوا اخوك عليك، عطوك في الميراث ما عطوكش في الميراث، فضلوا دي عن دي، ده شيء وده شيء. بر الاب والام ملوش دعوه بان هم ظالمين، وملهمش دعوه بان هم قاسيين، وملهمش دعوه بانهم كمان كفره. ده لو كفره تطيع ابوك وامك، الا الشرك بالله. وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. الحاجه الوحيده اللي تقول لهم لا الشرك، انما غير كده كل طلباتهم مجابه. حتى لو قالوا لك اقطع اخواتك واقطع الدنيا كلها، اقطعهم يا اخي. يا موسى وقر والديك، فإنه من وقر والديه مددت في عمره ووهبت له ولدا يوقره.
ومن عق والديه قصرت في عمره ووهبت له ولدا يعقه. هي كده. لعن الله من سب أباه، لعن الله من سب أمه. اللي بيسب أبوه أمه ملعون عند ربنا، واللي بيلعنه من ربنا. لا يسب الرجل والديه، لا يشتم الرجل والديه سواء رجل أو امرأة. فقال يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ هل يسب الرجل أبوه أمه؟ يعني مش ممكن يعني الواحد يشتم أبوه وأمه. قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. يعني بتشتم واحد تقول له يا ابن كذا، هو يقول لك وانت ابن كذا. يا اللي أمك كذا، هو يرد يقول لك وانت كمان أمك كذا. يبقى مين اللي شتم أبوه أمه؟ أنت. لأنك لو لميت لسانك ده مش هيوصل أبوك أمك الشتيمة دي واللعنة. يبقى أبوك أمك في قبورهم وانت تلعنهم وانت تسبهم وتشتمهم وهم في القبور بين أيدي ربنا بيتمنوا منك تقول الله يرحمهم، بتسبهم؟ لا، حاسب. لما جه واحد للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله يا رسول الله أستشيرك في الغزو وتركت آباء أبي وأمي يبكيان، أنا جاي عشان أجاهد وسبت أبوي وأمي عما يبكوا. قال له ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. ارجع لهم تاني، ده الدمعة اللي بتنزل من عين أبوك وأمك بالدنيا واللي فيها. يا سلام لو أمك بتنام حزينة عليك، يا ويلك لو أبوك ما نام وهو غضبان عليك. مش هقول لك مات وهو غضبان عليك، ده انا اقول لك نام بس في الدنيا وهو غضبان عليك. لا تحس براحة في حياة زوجية ولا حياة دنيوية، عمرك ما هتحس بالراحة النفسية حتى لو معك مال قارون، بطول ما ابوك هم غضبانين عليك. رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. ربنا بيبقى راضي عنك لو ابوك امك راضين عنك، وبيبقى ساخط عليك لو ابوك وامك ساخطين عليك. اوعى اشتري رضاهم ولو بالدنيا كلها، اشتري رضاهم ولو في حياتك، بحياتك اشتري رضا ابوك وامك، اشتري رضاهم تكسب الدنيا والاخره. سيدنا عمر بن الخطاب ابنه بيقول كانت تحتي امراه كنت احبها وكان عمر يكرهها. بيقول انا كنت متزوج واحده كنت بحبها جدا وكان ابويا بيكرهها جدا، فامرني ان اطلقها فابيت. قال لي طلقها يا عبد الله، قلت له لا مش هطلقها. فذهب عمر الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقها، فطلقتها. شوف شوف حتى في دي، شوفوا لما قال لابوه لا، لما شكاه للحبيب النبي عليه الصلاه والسلام قال له اوعى مش هتنفع دي، طلقها زي ما قال ابوك مش هتنفعك لا في الدنيا ولا في الاخره، دي هي وبال عليك ابوك اعرف منك بيها، وطالما ابوك بيكرهها يبقى هي لا هتفيد ابوك ولا تفيد امك ولا هتفيدك، ملهاش لازمه ملهاش قيمه، مش هتبكي عليك، لان اللي بيكره ابوك وامك بيكرهك انت. حط دي في يقينك، اللي بيكره ابوك وامك اللي انت ماشي معاه ده وبتحابيه وبيقولك ده ابوك عمل وعمل وامك ومش عارف ايه وامك مش وعمال يلعن في امك وابوك، بيكرهك انت اكتر من ابوك وامك. لان المثل البسيط الفلاح اللي احنا بنقوله، اللي بيدي ابن حلوياية حلاوتها تبقى فين؟ تبقى في بوجي. اللي بيدي ابن حلويات ياكلها طعم الحلويات دي بقى في حنك ياما، لانه بيحب اللي يحب ابوك يخليلك في الجلسه مكانه. انما اللي بيكره ابوك وامك بيكرهك انت. والله لو ملك له الدنيا دي كلها خير هيكرهك هيكرهك. فسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال له طلقها زي ما قال ابوك مش هتنفعك فطلقها. فاحنا بنقول بر الوالدين في كل شيء الا الشرك بالله،
لما جاءت السيدة أسماء بنت أبي بكر قالت يا رسول الله إن أمي أتتني راغبة، أمي أتتني بمشركة ولكنها أتتني راغبة في أن تصلني أو راغبة في أن تأخذ مني خير، أصل أمي؟ قال صلي أمك يا أسماء. أيوة أوصل أمك. لماذا؟ لأن الكفر شيء، العقيدة شيء، وخدمة الأم ليك شيء تاني. بر الأب والأم حاجة والعقيدة شيء تاني. ما تاخدش ذنب أبوك وأمك باللي عملوه معك أبوك وأمك، سواء جاحدين عليك، سواء وحشين، سواء كذا، كافرين مسلمين عاصين، ما تاخدش ده بده. هتقولي لا ده ابويا وامي، دول ابويا بيعمل كذا وام بتعمل كذا، ولا شغاله كذا وابويا شغال كذا. يا اخي برهم بقدر الاستطاعه، انما ما تكافئهمش. برهم عشانك انت، عشان ولادك، علشان ولادك انت. ما هو لما سمعت قصه كده بيقول لك واحد كان معاه ابوه ومراته عايش هو وأمه، يعني رجل كبير في السن، فلما كان يقعد ياكل معاهم على السفرة فكان بينزل من فمه كده حاجات، فعمل يعني علشان خاطر يراضي زوجته، فعمل لأبوه اطباق معينة كده، وأبوه كان بياكل في الاطباق المعينة، ما نفعتش الموضوع، تجاوم من على السفرة وقعدوا في أوضة واحد ياكل وحدين. يعني سبحان الله، رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف، عقت الأنف دي في التراب وفي الطين وفي الوحش. من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما في حال الكبر ولم يدخل فيهما الجنة. الأنف دي تتعك في التراب وفي الطين وفي الوحش. اللي يلحق أبوه وأمه وهم كبار في السن وما يبرهمش وما يدخلش فيهم الجنة. شفتوا بقى؟ فعمل لأبوه اطباق، ما نفعش الموضوع، راح مقعد جوه اوضه وحديه وبقي يوكل وحديه. فبس في يوم من الايام لقي ابنه جايب الاطباق ده وماسكها في ايده وقاعد. انت ماسك الاطباق ده ليه يا ابني؟ قال له علشان خاطر لما تكبر وتبقى زي سيدي كده وتكبر اوكلك في الاطباق اللي انت وكلت فيها ابوك دي. اللي ما عملته مع ابوك هيتعمل فيك، واللي عملتيه مع ابوك او امك هيتعمل فيك من ولادك. كما تدين تدان، كل الذنوب يؤخر الله منها ما يشاء إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين، فإنه شوف كل حاجة ربنا يأخر، ممكن يأخر العقاب بتاعها للآخر، إلا عقوق الوالدين فإن الله يعجل لصاحبه. هتشوف هتشوف اللي عملته هتشوفه. ولذلك كانت واحدة زمان لما واحدة اتخنقت في أم زوجها وضربت أم زوجها، والزوج النصح شاف أمه متعورة وشاف الدنيا دي كلها ووقف مع زوجته، فواحدة من الفلاحين البسط راحت لها بتقول لها يا ست زي بعضه ربنا يخلي لها ابنها. يا سلام، شوف الست الفلاحة البسيطة بتقول ايه، هي ضربتك وعملت فيك ده كله؟ ايوه. قالت لها ادعيها ربنا يخلي لها ابنها. عارفين ابنها ده خلص طر سته. ها التانية الفلاحة البسيطة تقول لها ادعي لها ربنا يخلي لها ابنها علشان مرات ابنها تعمل فيها زي ما عملت في ام زوجها بالظبط. كما تدين تدان، اللي عملتيه في ام زوجك اتعمل فيك واكتر واكتر واكتر. لذلك احنا بنقول اتقوا ربنا في الوالدين، ادعوا الله في السر وانتم موقنون بالجنة. الحمد لله رب العالمين. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله هل بقي علي شيء ابر به والدي بعد موتهما؟ قال نعم، أبويا وأمي ماتوا، ممكن أبر أبويا وأمي؟ طب لو ماتوا ساخطين عليا، لو ماتوا هم بيكرهوني، لو ماتوا هم بيدوا عليا، لو ماتوا أنا عاصي ليهم، لو ماتوا هم
سبحان الله، عايز ارد جمايل ابويا وامي بس مش عارف. عقبال ما فقت من الغفلة اللي انا كنت فيها، عقبال ما صحيت من البلاوة اللي انا كنت فيها دي، ماتوا ما لحقتش اعمل معاهم حاجة وهم احياء. قال له ممكن تعمل معاهم وهم اموات، مش كفاية عصيتهم وهم احياء، كمان عاوز تعصيهم بعد ما ماتوا. مش كفاية حرمت عليهم خيرك وهم عايشين، لسه كمان عايز تحرمهم من دعاك وهم ميتين. مش كفاية امك ماتت بالدموع على خدها بسببك انت، لسه كمان عاوز تبكيهم تاني. مش كفاية ابوك ما تهناش بلقمة بسببك انت، لسه كمان مش عاوز ترحمه. ممكن تعمل معهم خير بعد ما يموتوا، ممكن. الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا من قبلهما. أبوك أمك اللي أنت قطعتهم دول بسبب مراتك وعيالك وبسبب شغلك وبسبب الدنيا وبسبب المراث وبسبب ده كله ده، والغريب كان عم يجري على أمك وأبوك، وأنت للأسف عمرك ما جريت على أبوك وأمك. المسيح كان عم يجري ورا أبوك يودي له الدكتور، وأنت كنت في الملاهي وفي اللعب مع مراتك وعيالك، وكنت بتصيف، وامك ما كانش لاقي حد يديها برشامة ولا يكشف لها عند دكتور. سبحان الله، امثلة شفناها كتيرة كتيرة، والحد النهاردة بنشوف الامثلة دي. الصلاة عليهما بمعنى الدعاء لهما، انك تدعي لابوك وامك ليل نهار، مش عاوز ترد جمايل ابوك، مش عاوز ترد جمايل امك، مش عاوز تستغفر ربنا اللي عملته معاهم، مش عاوز تتوب لربنا، عاوزهم يسامحوك. الوالد اوسط ابواب الجنة. عاوز تدخل الجنة؟ هم دول السبب. مش هتدخل الجنة بدون ما دول طول ما هم غضبانين عليك. والله لن تشم رائحة الجنة إلا بإذن والديك. أقسمت بالله لن تدخل الجنة إلا بإذن والديك. الوالد أوسط أبواب الجنة، هتلاقوهم واقفين لك على الباب. تيجي تدخل الجنة يقول لا يا رب ده لا ما يدخلش، مش هتدخل غير بإذنه. اعمل زي ما تعمل، حج وزك وتصدق وكل حاجة، مش هينفعك، لن ينفعك صرفا ولا عدلا، لا فرض ولا سنة هينفعك بطول ما هم غضبانين عليك. طب عايز ترد جمايلهم، الصلاة عليهم، تدعي لهم بطول ما انت قاعد اترحم عليهم، بطول ما انت قاعد افتكر لهم الخير وافتكر تقصيرك معاهم وقرا لهم قرآن واعمل كل حاجة في صلاح ابوك وامك. الاستغفار لهما، بطول ما انت قاعد استغفر لابوك وامك، استغفر الله العظيم مما قدم ابي، استغفر الله العظيم مما صنعت امي، استغفر الله، استغفر لهم، استغفر لهم ربنا، يا رب اغفر لهم، يا رب سامحهم، يا رب اتغمتهم في رحمتك، يا رب وسع قبورهم. الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما، العهد اللي قطعوه عليك، نفذ عهود أبوك وأمك، نفذ العهود، يا معهود عملناها معاهم ونقضناها. إنفاذ عهدهما، إكرام صديقهما، كل ما تكرم أصدقاء أبوك أمك يقولوا ده لسه عايشين معانا، كأن أبوك أمك عايشين بالظبط. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له،
ولد صالح أو بنت صالحة، الواد والبنت الاثنين واحد، بنت صالحة تدعي لأبوها وأمها، ولد صالح يدعي له، إنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي توصل من قبلهم. رحم أبوك وأمك ما تقطعهاش، كفاية قطعتها وهم عايشين، كفاية قطعت إخواتك وعماتك وخالاتك وهم عايشين، ما تقطعش صلة الرحم دي وأبوك وأمك ميتين. حاول تبر أبوك وأمك وهم أحياء وهم أموات، اتصدق على قد ما تقدر على روحه، اعمل كل خير على روح أبوك وأمك، ادعي لهم للنهار، اقرأ قرآن وهب ليهم، هات أكفان وحطها في المساجد، عمر المساجد، ركب مية للناس على روح أبوك وأمك، ركب نور للناس على روح أبوك وأمك، اعمل الدكتور يعمل 3-4 كشوفات في الأسبوع ولا في الشهر على روح أبوه وأمه، المعلم اللي بيدي دروس خصوصية يعمل 10-15-20 طالب في الشهر كده على روح أبوه وأمه، المحامي يعمل 2-3 كده هو صدق على روح أبوه وأمه، المهندس يعمل له كام رسمة كده لله على روح أبوه وأمه، تعملوا على روح أبوك وأمك علشان تبروهم. نسأل المولى جل في علاه أن يكتبنا عنده من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارحم آبائنا وأمهاتنا، اللهم تغمدهم في رحمتك يا رب العالمين، اللهم وسع لهم في نزلهم يا كريم، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة يا رب العالمين، اللهم اكتبهم عندك من رفقاء المصطفى صلى الله عليه وسلم يا كريم، اللهم ارحمهما كما ربيانا صغارا، اللهم ارحمهما كما ربيانا صغارا، اللهم اجعل هم رفقاء للأنبياء والمرسلين يا رب العالمين، اللهم اكتب لهم شهادة الحق عند الدين أو لوم الدين يا رب العالمين، وارحمنا معهم إذا عدنا إليهم سالمين، واكتبنا عندك من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنا، وصل اللهم على سيدنا محمد. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم وأقل الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين. الشيخ إبراهيم الله أكبر الله أكبر.